بيني وبينك يا هالليل في حب وغني، عبابي بتقعد بالليل وبنسهر ليلي، بيني وبينك في أسرار وبتعرف أحزاني، تبقى مرق لي عهاك الدار وقل له ما ينساني، وقل له ما ينساني في البيت العتيق. فاديا 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 فاديا، ستك على التليفون، ستك اتصلت، خذي القيمة. ستي ايه ستك اتصلت، يلا حكيها. الو مرحبا ستي، قلنا شو بدها. انت اللي عم تحكي؟ ايه انا فاديا فاديا. الو الو، وينك انت يا بنت؟ وين صرتي هلا؟ نحن مع نعمت ببيت قدير. ايه فاديا لقيت البيت وهي هلا هنيك. ايه هذا الخبر الحلو. يا سلام، برافو عليكي. بلشتي بتنفيذ الخطه وخليتي قدير يحبك ولا لسه يا بنت؟ يعني علقتي فيكي وصار مو قادر يتنفس بدونك ولا لا؟ ايه لازم. خلصنا اسكتوا بقى. ايه ستي، انا استقريت ببيت قدير وكله تمام، بس كتير عم حاول بس ما انه عم بيحبني. قدير ما عم بيشوفني، حتى ما عم بيشوفني، ما عم بيشوفها، ما عم بيشوفها. شو صار؟ لأنك غبية وخوتة. شوفي شوفي ولا شي، بس قلت علي. ستي هلأ إذا حطيت المسدس براس قدير وقوصته وخلصت من هالقصة، قلتك هيك أمي رح ترتاح بقبرة ولا لا؟ أكيد لا. وصية أمك كانت واضحة، قالت أول رصاصة بتحطيها بقلب قدير وتاني رصاصة بتحطيها براسه. بس يا ستي قدير مو شايفني ولا شايلني من أرضي. اسمعي فادية، لا تعصبيني. بدك يعني اجي على اسطنبول؟ يعني ايه رح اجي. احكي شو صار. شو صار؟ سكرت بوشي العمى. اوي يعني انا كيف بدي خلي قدير يحبني؟ والله رح جن. شو رح تعملي هلا؟ انا رح اروح اسطنبول يا نسوان. شو هالحكي؟ طولي بالك. خلاص انا رايحه. بعده هيك طولي بالك. طولي بالك رايحه. لازم نفكر بحل. شو رايك نخلص؟ يلا بشوف بقى، مو معقول نضل هيك. موافقه. ايه لك بنفكر لما نلاقي حل. انتوا شو عم تساووا هون؟ راحت البنت. فاديا انت منيحه؟ ايه منيحه. زبطت. فكرة وينه قدير؟ ليكو هنيك. قدير. لينا لينا، شو عم تعملي هون؟ لينا لينا استني شوي. بس لحظة لينا، فهمتيني غلط. لينا بس لحظة، القصة مو هيك. اسمعيني لينا، لينا حياتي، لينا لينا ممكن توقفي؟ والله مو حاسسته بحبها لهالشقرة. لا بس هو هيك مفكر. يا خاين. يا ربي لينا لينا وقفي واسمعيني شوي. القصة مو مثل ما شفتيها حبيبتي. اسمعيني لينا، وقفي شوي رجاءا، وقفي وخلينا نحكي بس. لينا شو شفتي يعني؟ قولي لي بس شو شفتي. طيب شو شفت لكان؟ شو شفت وعم تسألني؟ شفتك مع هديك البنت؟ لك البنت كانت رح توقع بالمسبح حبيبتي، وأنا مسكتها، هذا كل شيء. شفتك ضاممها يا قدير، لك شفتك بعيني، لا وفوقها شفتك كيف كنت عم تطلع فيها. ايه حلو كتير كيف عم تطلع. ممكن بس تفكري شوي بعقلك؟ معقول أنا أطلع بوحدة فلاحة؟ عن جد ما عم صدق. لك مين هي وحدة فلاحة؟ كيف بنت مثل فادية ممكن تعجبني وفكر فيها يا لينا؟ افهمي علي حبيبتي، فادية ولا شي بالنسبة لألي. لك أنا إذا بموت وبعيش ما بختار غيرك، ما بقدر. صدقيني معك حق والله، مو قصدي يعني لما قارنت حالي فيها هنت حالي وهنتك. شو صار لي؟ أنا كيف بقارن حالي بهيك بنت؟ بس من غيرتي عليك ما عاد أعرف فكر بشي.
حبيبتي. خلينا نعمل فتلة. فتلة بسيارتي؟ ييي فاجية خلص ما عاد تبكي يا قلبي. ييي كنا بمشكلة كيف يحبك صرنا بمشكلة كيف بده يكره حبيبته ويحبك. فادية لا تفكري بهديك البنت وثقي بحالك بنتي لا عاد تبكي. كيف بدكن يعني ما أبكي؟ ما خلى كلمة علي ما حكاها قدام هديك الشقرة. الله ينتقم منه. لا أنا بنتقم منه بالأول وبعدين الله بينتقم منه. أنا مليت من هالمكان فادية. ليكي أنا شايف ما في غير حل واحد، أو صيب راسه وخلصينا من هالقصة. لك ما كنت فاهم، أنت ما بتحس رضا، ما في قلب. ليش؟ شو حكيت؟ مبينة مو زابطة، مو شايفة شو صاير بالبنت؟ كانت الأمور بلشت تصير تمام لحتى إجت هديك الشقرة. صح يا أختي كان كل شيء تمام، والله كانوا سوا مثل العشاء. إيه والله كانوا مثل العشاء مع بعضهم. إيه روقي روقي إلا ما تنحل. لا بقى تبكي خلاص. فكرات كيفك؟ لا يا أخي ماني مع لينا. وصلت على بيتها هلأ. عزمك على حفلة آخر الأسبوع، بدي أعمل حفلة كبيرة بالبيت. خلص قررت أتزوج. شو رأيك مين يعني؟ أكيد لينا. إيه خلص أخي فكرت كتير منيح. متأكد فكرات رح أتزوج لينا. تمام بشوفك عن قريب. بيني وبينك يا هالليل في حب وغني، على بابي بتقعد يا ليل وبنسهر ليلي، بيني وبينك في أسرار وبتعرف أحزاني، تبقى مرق لي عهاك الدار وقل له ما ينساني وقل له ما ينساني، في البيت العتيق غافي على طريق غافي حد الزمان، يمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب وما يذكر اللي كان. بيني وبينك في أسرار وبتعرف أحزاني، تبقى مرق لي عهاك الدار وقل له ما ينساني وقل له ما ينساني. فادية انتبهي اوعك توعي يمكن ما لحق امسكك مثل كل مرة. عن جد انت انتبه مرة تانية. فادية فادية. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.